بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 4 ليكتشر 4-7، نحل إن شاء الله سامبل بروبليم 4-3. يقول لك هنا عنده بارابوليك سباندرل اللي هو هذا المنحنى اللي هذه معادلته. يقول لك باي انتجريشن باستخدام التكامل يعطينا اللوكيشن اوف سنترويد. لاحظ هذه هي المعادلة الموجودة عندي اللي هي الواي ايكوال كي اكس سكوير، لكن ما نعرف الكي هذه، لكن بالتعويض عند لما الاكس تساوي الاي، هنا الاكس تساوي الاي صح، ساعتها الواي تساوي كم؟ الواي تساوي بي، هنا البي. اذا لما الواي تساوي بي ساعتها الاكس تكون تساوي الاي. مين المجهول عندي هنا؟ هو الكي. اذا الكي صارت قيمتها معروفه هي بي اوفر اي سكوير. اذا هذه المعادله صارت هي هذه، لانه هذه هي الكي. هلا في عندنا طريقتين ودنا نحسب بها، نحدد بها اللوكيشن اوف سنترويد. اولا ودنا نستخدم فيرتيكال ديفرنشال اليمنت. ايش هو هذا؟ اللي هو هذا المستطيل الموجود عندي هنا اللي مساحته ايش؟ لاحظ الطول تبعه هو الواي، والعرض تبعه ايش هو؟ اللي هو دي اكس، اللي هو الواي دي اكس. نروح نقول الاي تساوي تكامل اشتقاقها هي نفسها، اذا الدي اي تساوي الواي دي اكس. الواي عندي قيمته عارفها، هذه هي الكي اكس سكوير. نروح نكامل هذا، نتكامل من صفر الى اي علشان نجيب كل التكامل الموجود تحت المنحنى هنا، وبالتالي تكون النتيجه هي هذه، وهذه هي المساحه. هلا ودنا نجيب الفيرست مومنت بالنسبه للواي يساوي اكس اي ال دي اي. اكس اي ال ايش هي قيمتها؟ معروفة تساوي x، هذا يبعد مسافة x. إذا x y d a هذه هي المساحة اللي عند اللي هي d a. نفس الشيء كامل من الصفر إلى a، نجد الفيرست مومنت بالنسبة للواي يساوي a square b على 4، ونحن نعرف أنه أصلا يساوي x bar a، لكن ال a معروفة شفناها من السلايد الماضي. إذا نعوض مباشرة، الإكس بار صارت معروفة عندنا تساوي الكيو واي على المساحة اللي هي الأي، وتساوي 3/4. إذا يبعد كم؟ يبعد من هنا 3/4 أي. بالنسبة للواي هلا ودنا ناخذ كيو إكس بنفس الطريقة، الواي إي إل معروف هنا، الواي إي إل يساوي الواي على 2، دي أي اللي هي المساحة، نكامل من الصفر إلى أي. تجينا هذه القيمة وتساوي y bar a. إذن نحن هلا صرنا عارفين الواي بار، هذه اللي هي الكيو اكس موجود عندي هنا، وهذه هي الاريا اللي نساوي 3/10 b. إذن على مسافة 3/10 b. هلا ودنا نشوف الطريقة الثانية، لكن بسرعة هنا حنستخدم الهوريزونتال ديفرنشال اليمنت، يعطينا نفس الشيء، لكن هلا الاليمنت عندنا هوريزونتال. ال x e l ايش تساوي؟ تساوي a plus x على 2، شفناها في المقطع الماضي. والاريا نفس الشيء تساوي x minus a، a minus x dy. نكامل هذا حيعطيني في النهاية انه ال q y تساوي a square b على 4، وهذا يساوي، نحن نعرف انه يساوي ايش؟ يساوي ال y bar، يساوي ال x bar عفوا في a، وهذا نحدد منه الاكس بار. طبعا حتجينا نفس النتيجة اللي جاتنا المرة الماضية، هما بس طريقتين لكن يعطونا نفس النتيجة. نفس الشيء لما ناخذ الكيو اكس حيعطيني هنا القيمة اللي هي واي بار اي، نعوض حيعطيني الواي بار تساوي 3/10 بي، نفس النتيجة الماضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.